قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خراب المساجد إما يكون خراب حسي أو خراب معنوي. الخراب الحسي بالهدم والتفجير ورمي الأوساخ مثلا، وعدم المحافظة على صيانة المساجد. وأعظم من هذا الخراب المعنوي أن نجعل المساجد أماكن للبدع، للشركيات، للرفض، للغنى، حديث عن الدنيا، عن السياسة. المساجد لم تبنى لهذا، لابد من عمارة المساجد، العمارة الحسية والعمارة المعنوية.